على جلالته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى سيدنا موسى كليم الله صلى الله عليه وسلم. رعاينا الأعزاء سكان أمريكا الشمالية، تنظن أنكم باقي تتفهموا العربية. بغيت نقول لكم على أنني متأثر جدا جدا وأكثر مما تظنون بهذا الحوار وهذا الكلام اللي سمعته منكم، واللي ما تنستغربش منه، لكن تنستغرب بالعواطف الرقيقة وبالكلمات الدقيقة وبالتعبير المغربي الأصيل اللي توجهت به لنا. جازكم الله خيرا عنا، لأنني حييت معكم أوقات وطنية مغربية لن أنساها أبدا. عليكم أن تعلموا أنه في كل سنة حوالي أواخر شهر فبراير وأوائل شهر مارس، عندي واحد صديق يهودي في فرنسا، ماشي مغربي، اسميتو الأستاذ ستيغ، عفوا من القديم، الحمد لله أنا ماشي مريض متاعو ولكن تنعرف. فقلت له ودي حنا في الدين متاعنا الاحتفال بالأعياد الدينية كانت مسيحية ولا يهودية هو فرض على كل مسلم، فحنا تنعرفو متى تزاد سيدنا عيسى، ولكن بغينا نبداو نسلمو ونصليو كذلك على سيدنا موسى في ليلة ميلاده. فقال لي نظرا لكون الشهر اليهودي هو شهر قمري، كل سنة تتغير بيومين ثلاث أيام، السنة الماضية صدق في فبراير ولكن عادة تكون في أوائل مارس، وكلفتو أنه يومين أو ثلاث أيام قبل كل سنة يخبرني ذاك التاريخ. ومنذ ذلك اليوم، هذه دابا فوق 7 سنين أو 8 سنين، تكتب لي تقول لي يوم ازدياد رسول الله موسى عليه السلام، اللي هو يوم نتاع الموت ديالو، هو يوم كذا وكذا، وتيعلم له قادر فوتر ميزان ستيك. فكل سنة في ذلك اليوم، ربما أنا من المسلمين القلائل اللي تيصليوا على روح سيدنا موسى 100 مرة في ديك الليلة، ولما تنصلي على روح سيدنا موسى في ديك الليلة عليه السلام، ما كان شي يهودي مغربي في العالم بأسره لما تيوقف شيء أمام وجهي أنا ذاك، واللي ما تندعيلوش بالخير، واللي ما تنطلبلوش الله أنه يرجع لبلاده ويتسارها ويزورها ويسير رحم مع الأحياء ويزور قبور الأموات. فعلا أنتم رعايانا، عندكم مزايا كبيرة بالنسبة لليهود الآخرين. أي واحد ممكن تسولو تقول له فين باك، فين مدفون جدك، فين كبرتي، يقول لك ما نعرفش. أنتما أعطاكم الله واحد الكرامة غريبة، واحد أولا سبقتوا العرب للمغرب، تيقولوا بعض المؤرخين على أن يمكن واش صحيح ولا ماشي صحيح،
لأن بعض اليهود في عوض يتبعوا سيدنا موسى لما اخترق البحر الأحمر أنهم يتبعوه نواحي الشرق، أن واحدين أخرين خافوا من البحر وجاوا لهذا الجيه من العالم. الحمد لله اللي جاوا والحمد لله اللي استوطنوا عندنا. فماشي يمكن لكم تقولوا أبائنا وأجدادنا موجودين في المغرب وجينوا الركفين مدفونين وفين، بل عندكم ميزة، وهذه الميزة بغيتكم تكونوا محتفظين عليها، وهي الميزة الثقافية متاعكم والدينية. المعلوم عند الجميع بأن المدرسة التلمودية المغربية هي أحسن مدرسة تلمودية في العالم. معلوم احنا الخاخامين عندنا قاسحين شوية، ما تيقولوا شي دغيا هادي ديما، ربما تيقولوا هادي حميص ولا حرام ولا كذا، ولكن لا تيجيو يستفتيهم الرهبان من جميع العالم، جميع الخاخامين في العالم اللي تيبغيو يعرفوا شنو قال الدين اليهودي الحقيقي الاصيل، ما تيمشيوش لمحل اخر، تيجيو للمغرب باش يبحثوا على دينهم، كما انكم تترجعوا للمغرب باش تبحثوا على ثقافتكم واصالتكم. الله سبحانه وتعالى اسال ان يخلي هذه الصله بينكم وبين بلادكم دائما واقفه. قولوا امين معنا حتى ويجعلكم كذلك دائما محفوفين بعنايه الله وكرمه، ويكثر عليكم الرزق ديالو والفضل ديالو، ويجعلكم تصلوا الرحم مع اخوانكم المسلمين في المغرب اكثر واكثر. وكونوا على يقين دائما اننا كما كانوا اسلافنا وجدادنا وكما غادي يكونوا ولادنا وحفادنا، غادي تكونوا انتم كاخوانكم المسلمين طرف من اللحمه متاعنا، واجب علينا الحفاظ والمحافظة على حقوقكم وأمنكم وحريتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.